أول كلمة قلتها كانت ماما. ماما علمتني أقول شكراً، من فضلك، وأنا آسفة. ماما شجعت حبي للموسيقى وشجعتني ألعب الرياضة. أول هدية قدمتها كانت للماما. ماما دائماً تطبخ أكلاتي المفضلة، وأنا كتير بحب أقضي وقت بالمطبخ مع ماما. شوفي ماما، اليوم بدي أعلمك كنافة. يلا ماما، شايف الجبنة هاي منقوعة بالماي من مبارح، وكل 10 دقايق أنا بغير الماي مشان تصير حلوة يروح كل الملح. يلا هلأ أنا بدي إياك تروحي تصفي لي الماي. يلا. هاي صفيتها من كل الماي. خليها هون على جنب. هلأ خليني أحكيكي. أول إشي بدنا نبلش بالتوست. شايف التوست هدول الدائر الغامق؟ هلا احنا بنقدر نخليهم، بس انا ما بدي يصير الكراست تحت فيه الوان، فبجيب السكينه تبعت الخبز المخصصه للخبز، وبدي اشيل الحفف هاي كلها على الجوانب. هلا شوفي شو بدي اعمل. باخذ انا هدول الخبز وبحطهم بالفود بروسيسر، اسهل لانه بدي انعمهم كتير كتير. هلا جهزنا الخبز، هلا بدك تمارسي رياضتك. بدي اياكي تمسك الجبنه وتفتفتيها بايديكي فتفته منيحه 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 منيحه. هلا بس ناوريني المسكه من هناك. هاي المسكه مطحونه من قبل وحاطين عليها سكر، شايفه؟ بدي احط عيار معلقه صغيره هالقد. اوكي، هلا عنا جبنه موزاريلا. جيبي المبرشه من هناك وبرشي لي حوالي 300 جرام 250 جرام. يلا ماما، هلا بدنا نعمل البودينج اللي بدنا نحطها، اللي هي عبارة عن حليب وسميد. حطي هون 4 كوبايات لأنه هي قشرة رقيقة فوق الجبنة مشان تغطيها وما تخليها ناشفة. وكله على البارد بنحطه؟ أول إشي كله على البارد كأنك بتعملي بشاميل. هلا جيبي السميد من ورا، على كل كوبايه بدنا نحط معلقه سميد. يلا حطي لي 4 معالق. جيبي سكر كمان حطي لي 4 معالق. كمان سكر. بتضلي تحركي طول الوقت حتى تجمد معي. هلا لما تبلش تسمك بطفي الغاز. جيبي الكريمه من عندك، حوالي 1/4 كوباية لنص كوباية كريمه حطيها. هلا لما تحطيها وهي سخنه بدك تبلشي تحركي هيك بسرعه تختلط، شوفي كيف بتصير سميكه. وفي ورا عندك ماء الزهر. ماء الزهر؟ شايفه؟ هذا بعطي نكهه وريحه كثير طيبه، يا ماء الورد يا ماء الزهر. بدنا نحط بس معلقه صغيره. غطيها مشان نبلش نعمل القطر. يلا احكي لي انت بدك تقولي لي شو بنعمل. على كل كاستين سكر بنحط كاسة مي وعصرة ليمون وشوية زبنة اذا بدنا ننكر. بالصدر. الصدر. يلا ماما دهني لي الصدر بزبدة. يلا دهني لي اياه كله. وهلا هذا الخبز انا رح احط لك هون طبقة اللي تغطي كل الصدر. اقول لك افركيه كله ونشيل شوي. يلا شوف شو بدك تعملي، تحطي الزبدة وتعملي هيك. حطي الزبدة وتعملي هيك. انت شو؟ اوكي؟ يا
احنا من الخبز من هون. هي هلا الطبقه هاي رح تكون تحت لما نقلبها، والخبز من فوق بيكون تحمر. طب ليه بنحط هلا الخبز؟ هاي لهيك بس طبقه مشان تمسكها. برش رشه خفيفه. هلا حبيبتي جاهزه نحطها بالفرن. انا محميه الفرن على درجه حراره 200 وبدك تحطيها بالوسط، ولازم تنحط مثلا 25 دقيقه لنص ساعه. بس حتى الحواف ممكن اكثر اذا فرن مش كتير حامي. يوم تخريجي كان احلى يوم بحياتي، والماما توجت لي اياه بصحن هالكنافه الطيب واللي هيصنع عليه انا صحباتي كتير كتير. اول اشي ببلش بدي احط القطر. حطي شويه قشطه. انا بدي ارش لك الفستق الحلبي، وانتي حطي زهر الليمون. لا بدي اقطع لك قطعه من هون. واو شوفي هالمنظر، شوفي جوي كيف عم بتموت. دوقي حبيبتي وقولي لي شو رايك. يعني معقول ما احبها؟ كيف تعملي لي اياها على تخريجي؟ اكيد اكيد.